طيب خلينا نطمن كده على الاخبار وعلى الاستعدادات اللي بيقوم بيها فريق النادي الاهلي عشان مواجهه المريخ بكره. خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح نعرف منه اخر اخبار فرقه والتدريبات النهارده وقائمه الفريق. فاروق مساء الخير واهلا بك. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، ومساء الخير على الزميله العزيزه ساره محسن، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك فاروق. يعني طبعا قبل 24 ساعه يمكن من مباراه منتظره ومرتقبه بعد فرحه الفوز بالبرونزيه في كاس العالم للانديه، جماهير النادي الاهلي مستنيه ماتش بكره اللي مقدماته بتقول انها مباراه صعبه. نطمن منك على استعدادات الفريق النهارده، على التدريب، على الكلام والشغل اللي عمله مستر موسيماني، والقائمه اذا كان عندك اخر الاخبار خاصه بقائمه الفريق بكره ان شاء الله. بالفعل زميلي العزيز احمد، مش هزيد على الكلام اللي انت قلته، يعني حاله من التركيز وحاله من الاحترام للمنافس بتفرض نفسها على تدريب فريق الاهلي اليوم. طبعا خلاص انت بتقفل صفحه البرونزيه كاس العالم للانديه، بتبدا في مرحله جديده دور المجموعات وبطوله، انت مطالب باحراز كاس البطوله طبقا يعني اسم النادي الاهلي وقيمه ومكانه النادي الاهلي. النهارده كان تدريب فريق النادي الاهلي اللي انتهى يعني منذ دقائق بسيطه، ومستر بيتسو موسيماني اعلن قائمه بتضم 20 لاعب لهذا اللقاء. يعني استعرض معاك قائمه النادي الاهلي لهذا اللقاء: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير لحراسه المرمى، خط الدفاع بدر بنون، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، سعد الدين، سمير، محمد هاني، محمود وحيد، واحمد رمضان بيكهام، خط الوسط اليو ديانج، عمرو السليه، حمدي فتحي، اكرم توفيق، وفي خط الهجوم محمد مجدي قفشه، محمود عبد المنعم كهربا، مروان محسن، جونيور اجاي، ولتر بواليا، محمد شريف. نقدر نقول قائمه بتضم 20 لاعب للنادي الاهلي لهذا اللقاء. طبعا خروج بعض اللاعبين للاصابات يا احمد، زي ما انت عارف الاصابات اللي بيعاني منها النادي الاهلي في الفتره الاخيره، طبعا علي معلول بيغيب للاصابه، صلاح محسن ايضا للاصابه، وليد سليمان للاصابه، حسين الشحات طبعا للايقاف، ايضا طاهر محمد طاهر يعني ايضا تحدد فتره غياب طاهر محمد طاهر هتكون لمده اسبوع، ايضا ايمن اشرف اللي النهارده شعر باجهاد خفيف في العضله الخلفيه، فضل الجهاز الفني ان هو يريح ايمن اشرف من مواجهه الغد، لكن اطمنك عليه انه ان شاء الله يكون موجود مع الفريق في رحله السفر الى تنزانيا. من الاخبار المهمه جدا برضو يا احمد ان احنا عشان نقرب جمهور النادي الاهلي من الصوره، النهارده محمود متولي بدا فتره مرحله التاهيل بالجري حول الملعب، ودي مرحله مهمه جدا، نقدر نقول ان محمود متولي بيسير بخطى اكثر من رائعه في عمليه التاهيل، وان شاء الله الفتره اللي كانت مقدره لعوده محمود متولي هتبقى اقل من الفتره اللي اعلنت مسبقا. من الاخبار الساره للنادي الاهلي ان ناصر ماهر ان شاء الله هيلتحق بالمران الجماعي للتدريب لفريق النادي الاهلي ان شاء الله عقب العوده من رحله تنزانيا. ايضا يا احمد عايز اكلمك النهارده برضو على استعداد اللاعب النادي الاهلي والمران النهارده، يعني اللي سبقوا محاضره فنيه لمستر بيتسو موسيماني، اتكلم على فريق المريخ السوداني وابدى احترامه الشديد بفريق المريخ السوداني، وقال واحد من الفرق القويه جدا واكيد فريق عارف النادي الاهلي احنا بالنسبه له كتاب مفتوح. مستر بيتسو موسيماني اتكلم على اللعيبه على تجديد الدوافع، وان هو بيجدد دوافع اللاعبين، وبيتكلم على الفترة القادمة احنا داخلين بطولة بدوافع جديدة مطالبين فيها بالبطولة. ركز ايضا على بعض الجوانب الخططية والكرات الثابتة، يعني شفنا بعض التعليمات لمحمد مجدي قفشة ومحمود وحيد في الكرات الثابتة، ايضا تعليمات لمحمود كهربا وجونيور اجاي وولتر بواليا ومحمد شريف. تعرف الغيابات اللي الاهلي بيعاني منها في خط الهجوم، لكن اللعيبة الموجودة كلها ان شاء الله هتكون على قدر المسؤولية. من الامور المهمة ايضا ان تم الاعلان عن طاقم التحكيم الخاص بهذا اللقاء، هيدير طاقم تحكيم بقيادة سيكازوي الحكم الزامبي، هيعاونه جيرسون ايميليانو مساعد اول، مساعد الثاني ارسينو مارينجو وده من موزمبيق، والحكم الرابع كاسوكوتا ديريك وده حكم من زامبيا. ده طاقم التحكيم اللي تم الاعلان عنه. النهارده كان الاجتماع الفني، تم الاعلان ان النادي الاهلي هيكون بالزي الرسمي للنادي الاهلي بالرداء الاحمر، بينما فريق المريخ السوداني هيظهر بالزي الاصفر. كان على هامش الاجتماع الفني طبعا حضور عضو مجلس الاداره المدير التنفيذي عمر محمد عبد الله وانس نصر الدين مدير الكره لتكريم والاحتفال بالنادي الاهلي بمناسبه حصول النادي الاهلي على الميداليه البرونزيه، وقال ان النادي الاهلي مش فرح مصر، النادي الاهلي فرح القاره السمراء كلها وفرح الكره العربيه، واحنا بنفتخر ان احنا بنتمتع بلقاءات وطيده مع النادي الاهلي، وتبقى 90 دقيقه هي سجال ما بيننا وما بين النادي الاهلي، ونتمنى ان شاء الله ان يصعد النادي الاهلي والمريخ السوداني من هذه المجموعه ان شاء الله.
دي كل التفاصيل يا احمد. انا معاك لو في اي استفسار او تساؤل. انا بشكرك جدا سواء انت او ساره. بشكرك جدا جدا زميلنا العزيز فاروق صلاح، بشكرك على التغطيه الوافيه لكل اخبار فرقه النادي الاهلي، والحقيقه يمكن اضافات كبيره جدا ومؤثره، نتمنى ان شاء الله انها تكون جاهزه في اقرب وقت ممكن، هيكونوا اضافه قويه جدا لسكواد الاهلي في مشواره في افريقيا، سواء كنت بتكلم على ناصر ماهر، على كابتن محمود متولي، على كريم ندفد، على محمد محمود، ان شاء الله يرجعوا بالسلامه. والحمد لله اطمن حضراتكم بس كل الاسماء اللي قلنا انها هتغيب عن ماتش الاهلي والمريخ اصابات خفيفه، مفيش اصابات مؤثره او عنيفه او تستدعي الغياب فتره طويله جدا، وان شاء الله يعني بدايه من اول مارس ان شاء الله كله يدخل فورمه ويرجع مره ثانيه يتمرن مع الفريق الاول.